أخويا وحبيبي، عايزين نتوب إلى الله وعايزين ناخد بإيدين الناس اللي لسه ما تبوش ونشفق عليهم. بالله عليك أبوس إيدك، مش عايزين غلظة على الناس ديت. الناس ديت مرضى تعبانين مذنبين، لازم نشفق عليهم، لازم نخاف عليهم، لازم نكون كالأطباء اللي بيخاف أو الطبيب اللي خايف على مريضه. لازم تخاف عليه وتكون مشفق جدا عليه وتحاول بقدر الإمكان تشوف أي طريقة ولو جديدة مبتكرة إزاي إن أنت تكون سبب في توبة إنسان. هقولك على قصة حلوة قوي، بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد مسلم بجوار واحد يهودي، فالمسلم كان يرى من اليهودي ده يعني شيء من الطيبة ولو كانت بسيطة، فكان نفسه بأي طريقة أنه يبتكر طريقة يخليه يسلم بيها. فراح كلمه وقال له يا فلان، يعني أليس لك حاجة في الإسلام؟ أنت ما نفسكش تسلم؟ قال والله ما يمنعني من الإسلام إلا أني أحب شرب الخمر. أنا فعلا نفسي أسلم من زمان، بس أنا الحاجة الوحيدة اللي منعاني أن أنا مدمن خمر. فالمسلم ابتكر له طريقة، قال له خلاص أسلم واشرب الخمر براحتك. طبعا المسلم مش قصده كده طبعا، فقال له أسلم واشرب الخمر. قال له خلاص ماشي. فاليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المسلم الآن أصبحت مسلما، فإن شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر، وإن ارتدت عن دين الله قتلناك. فثبت الرجل على دينه ولم يشرب الخمر أبدا بعد ذلك. ودي كانت حيلة جميلة من هذا المسلم الفاضل.